الخير الذي فهمته وحفظته وعرفته بلغ الآخرين، زوجك، أهلك، جارك، قريبك، من يتيسر لك أن تخبره، حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى هاديا مهديا. ما هي نواقض الإسلام وما حكم من وقع في ناقض منها؟ بينوا لنا جزاكم الله عنا كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فمن نعمة الله على العبد أن يهديه للإسلام وأن يشرح صدره لقبول الحق، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والإسلام منة من الله عليك وفضل من الله عليك. يقول الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أخي، هذا الدين العظيم الذي من الله به على من من على العبد أن يشكر هذه النعمة ويرعاها حق رعايتها ويعلم أنها أجل النعم وأفضلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الدين له نواقض، هذه النواقض كل ناقض منها يكفي في الحكم على العبد بأنه خرج من ملة الإسلام ونزع ربقة الإسلام وأصبح من الضالين الغاوين. نسأل الله الثبات على الحق والاستقامة عليه. والنواقض متعددة، حصرها بعضهم في عشرة. فقال: أولا الشرك بالله، ثانيا من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يرجوهم، ثالثا من استهزأ بآيات الله وإن عمل بها بالسنة بالكتاب والسنة بالنصوص وإن عمل بها، مسبة الله ورسوله من نواقض الإسلام، السحر تعلمه وتعليمه، فالشرك واتخاذ الوسائط بينه وبين الله، ومسبة الله ورسوله والتكذيب ما جاء من بعض ما جاء عن الله ورسوله والاستهزاء بالله ورسوله والسحر تعلمه وتعليمه، كل هذه أمور تناقض الإسلام. فإن الله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال في المستهزئين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال جل وعلا في حق السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بينهما، وما يعني
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن السحر كفر ينقل من الملة. ومن ذلك أيضا تكذيب شيء مما جاء به عن الله ورسوله ولو عمل به. ومن نواقض الإسلام إنكار المعاد بعد الموت، فإن من أنكر إعادة الإنسان بعد موتها فهذا كافر. ومن نواقض الإسلام أن يستحل حراما أجمعت الأمة على تحريمه معلوم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة. فلو رأى أن الزنا حلال أو أن شرب الخمر حلال أو أن الربا حلال أو أن قتل المسلم المعصوم الدم والمال حلال لكان هذا كفرا. ولو حرم ما أحل الله مما أجمع المسلمون على حله معلوم حله من دين الإسلام بالضرورة لقيل هذا ردة على الإسلام. لو قال إن ألبان الأبقال حرام أو قال إن لحم الجزور حرام لا يجوز أكله فكان هذا تحريم ما أحل الله، وهذا بالحقيقة كفر بالله وشرك به. تكذيب رسول من الرسل يعتبر كفرا لأن الله يقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالمسلم يقبل شرع الله ويرضى به ويطمئن به، ومن حكم غير شريعة الله وتحاكم إلى غير الله فهذا أيضا كفر ينقل عن الملة. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين على المسلمين وإعانة أعداء الإسلام على الإسلام سواء فك المعاونة مظاهرة إما بالقتال مع أعداء الإسلام ضد المسلمين أو بإمداد أعداء الإسلام بأسرار المسلمين والكشف عن عورات المسلمين فهذه أيضا ردة عن الإسلام، لأن المسلم ينصر الله ورسوله وأولياءه، والذي يعين الكفرة والمنافقين على أهل الإسلام بقول أو عمل أو مشورة ورأي فإن ذلك كفر ينقله عن الملة. نسأل الله السلامة والعافية.